السلام عليكم، معاكم اخوكم سيد علي من الاسماعيليه مصر. ان شاء الله النهارده هنشرح موضوع الدرابيه دوت او الدرابيه زي ما انا بقولها، سواء اذا كنت بغلط في اسمها او لا فده شيء يخصني. لقيتهم اكتشفت طريقه جميله جدا، ان هم بدل ما بيعملوا الدرابيه على خط القماش المستقيم، لا بيعملوه على نظام الورد، نظام 45 درجه زي ما انتم شايفين كده. لو احنا لقينا هنا هنلاقيهم حاطين مثلث، رسمين مثلث، المثلث ده واخدين زاويته زي ما كنا بنشرح زاويه ال 45 درجه. لحظه اجيب لكم المثلث بتاعي. نفس الفكره دي كده، ان المثلث ده بيبقى قائم والزاويه دي بتبقى 45، فبيقصوا الدرابيه على ورب القماش عشان يدي تهتيله كويسه وشكلها احلى. نفس الطريقه بالظبط اللي بيستخدموها مصممين الازياء في طريقه عمل ايه الرسم على المانيكان. في النهارده ان شاء الله دي اول مره نكتشف ان الدرابيه ما بتتعملش على عدل القماش، بتتعمل على ورب القماش. طبعا في ناس، انا من ضمن الناس يعني، بعمل الدرابيه على عدل على اتجاه القماش، لكن النهارده اكتشفت انها بتكون احلى بكتير لو اتعملت على الورد. اسال الله العظيم رب العرش العظيم انها تكون تفيدكم يعني.